إسناده حسن أن أحدهم أول ما يوضع في القبر فيطرق بمطرقة يسمع صوته كل المخلوقات إلا الثقلين الإنس والجن، فيقول: لما أضرب بهذه المطارق؟ فتقول له الملائكة: لأن هناك مظلوم استغاث بك ولم تغثه. من 7 أكتوبر إلى اليوم وأهل غزة يستغيثون رجالا ونساء وأطفالا وشبابا. يا للمسلمين، يا للعرب، يا معشر الناس، أغيثون أغاثكم الله. ما أغاثهم إلا الرافضة في جنوب لبنان، والرافضة في العراق، والرافضة في اليمن. ونحن أهل السنة والجماعة نكتب على العلم الأخضر لا إله إلا الله، ونغلق معبر رفح، ونرسل التموين عبر البر والبحر والجو إلى الكيان الصهيوني، ونرسل له الماء العذب للعدو الصهيوني. حقيقة هذا كلام مؤلم، وأنا إنسان سني من الإخوة الشيعة يناصرون أهل فلسطين، ونحن أهل السنة نتخلى عنهم ونتنازل عن دعمهم، وهم أهل سنة لإخواننا في الساحة الأردنية من الإسلاميين والوطنيين. علام أنتم قاعدون أيها الإسلاميون في مصر، أيها الوطنيون في مصر، علام أنتم صامتون. قوموا لله تبارك وتعالى، أوصوا إخوانكم بكلمة الحق وبوقفة الحق، ولو كلفكم ذلك السجن فقد كلف أهلنا في غزة 30,000 شهيد و60,000 جريح وحوالي 1,500,000 مشرد اليوم في ساحات غزة. خافوا من الله يخاف منكم الحاكم، اخرجوا لله عز وجل. إسرائيل تهدد الفلسطينيين في منطقة رفح بأنها ستجعل منهم المجازر الضخمة، والأمة العربية والأمة الإسلامية تنظر.